سيادة النائب، عايز اسالك في الاسماء نفسها تحديدا. الاسماء دي، هل الاسماء دي الانديه فرضتها عليكم، او بلاش فرضتها، او الانديه اختارتها، ولا الانديه دي حضرتك اخترتها لان هم دول الانسب للعمل؟ لا، هو في بروسس لتكوين رابطه الانديه. هو بيبقى في 5 أعضاء بيترشحوا من ال 18 نادي، وفي عضوين بيكونوا ممثلين من اتحاد الكره المصري. فبالتالي هي ترشيحات الانديه، وهي الترشيحات دي بناء عليها تم تكوين الرابطه. وبعد ما بتتكون الرابطه بيبقى في اول اجتماع تنظيمي بيتم اختيار رئيس الرابطه ونائب رئيس الرابطه داخل اول اجتماع. هو ده اللي احنا عملناه بقى كرابطه يعني. اوكي. لكن الترشيحات كلها من الانديه طبعا. هل كان هناك اسماء اخرى كنت حضرتك تتمنى بقى بشكل شخصي كرئيس للرابطه ان هي تكون موجوده لكن ما كانتش موجوده؟ مش لازم نقول اسماء لكن. لا يعني، هو المجال الرياضه مليان والكوادر فيه كتيره الحقيقه، لكن زي ما بقول لحضرتك انا الحقيقه اتشرفت ان انا جيت مع المجموعه دي، ويعني فعلا بتشرف بالعمل معاهم. طيب، الحقيقة برضو سؤال للتعريف فقط للسادة المشاهدين، عمل واختصاص رابطة الأندية. رابطة الأندية في أي حتة في العالم هي اللي مسؤولة عن المسابقات اللي بيشارك فيها أندية الدوري الممتاز، وعن إدارة الدوري الممتاز، وعن الحقوق والرايتس وبيعها وتسويقها وتعظيم المداخيل اللي بتخش للأندية. ودي بتكون مسؤولية رابطة الأندية أو روابط الأندية في العالم يعني. روابط الأندية في العالم ابتدت في الدوري الإنجليزي من سنة 69. اقرب دوري لينا عربي احنا متاخرين عنه 15 سنه، روابط معموله فيه من 15 سنه. فكان الحمد لله يعني توقيت اعتقد ان الكره المصريه تستحق ان هي يبقى عندها الصناعه، لان الكره صناعه. بالظبط بالظبط. هل من الممكن ان تختلف الرؤى ما بين الرابطه وما بين اتحاد كره القدم، بغض النظر عن الاسماء اللي موجوده او الاسماء اللي هتيجي، لكن بشكل عام هل ده ممكن؟ وارد، ولكن هو الصح ان انت النهارده في تارجت. هو التارجت ايه؟ تارجت ان انت بتعمل حاجه للكره المصريه، او يعني اي اتحاد واي رابطه في بيعمل لصالح البلد ولصالح الصناعه دي. مظبوط. وصالح المجال. مفيش المفروض تضارب، ممكن يكون تضارب في تنسيق ما بين مواعيد بطولات، مواعيد منتخبات. يعني مثلا في الدوري الانجليزي في 3 بطولات اساسيه، دوري وكاس الرابطه وكاس الاتحاد. نعم. وبيحصل التنسيق، كاس الاتحاد بتاع الاتحاد والبطولتين التانيين بتوع الرابطه. وده اللي اصبح عندنا كاس الاتحاد اللي هو كاس مصر يعتبر عندنا هنا. بالظبط. وده اللي اصبح الحمد لله السنه دي باستحداث كاس الرابطه بقى موجود عندنا البطوله الثالثه.